السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هنقول النهارده يا ولاد درس التربية الدينية بعنوان الارتسال. درسنا النهارده بعنوان ايه؟ الارتسال. أول حاجة يا ولاد، لماذا شرع الله الارتسال؟ ليه ربنا سبحانه وتعالى شرع لنا الارتسال؟ ليكون المسلم نظيفا طاهر البدن لا يتأذى الناس من رائحته. طبعا طالما أنت مسلم لازم تفعل أفعال، حتى الإنسان اللي هو مثلا اليهودي او اي حاجه لازم يبصلك بمنظر، لازم يبان بمنظر كويس. فانت لما تكون نظيف طاهر البدن طبعا هيقول للمسلم ده ايه نظيف، فاحنا هيعملوا زيه. حتى الناس هتدخل في الاسلام بعدها، يبقى المسلم لازم يكون نظيفا طاهر البدن لا يتاذى الناس من رائحته. طيب حكم الاغتسال ده يا اولاد، الاحكام يا اولاد في سنه وفي فرض وفي مكروه. يعني ايه الاغتسال سنه؟ يعني ايه سنه؟ السنه اللي احنا المفروض الرسول صلى الله عليه وسلم ما سابهاش غير ايه؟ مرات بسيطه، يعني الرسول سابها مرات بسيطه ما عملهاش. يبقى السنه لازم الانسان يكون طاهر البدن لا يغتسل. يعني احنا ممكن ما نغتسلش على فكره، ممكن بس ينفع ده، هينفع ان احنا ما نغتسلش ورايحين مثلا الانسان رايح المسجد والمساجد وفي ناس جنبه، اللي جنبه ده بيتاذى منه. كمان الملائكه يا اولاد، الملائكه بتتاذى من الانسان. الملائكة بتروح أول ما المسجد بيكون موجود الصلاة كده، الملائكة بتتحوط على المسجد بتشوف الإنسان. عشان كده يا أولاد مكروه إن إحنا ناكل ثوم أو بصل وإحنا رايحين المسجد، ما ينفعش ناكل ثوم أو بصل. ليه؟ لأن الناس اللي جنبك بتتأذى منك وكمان الملائكة بتتأذى منك. يبقى أولا ليه ربنا شرع الاغتسال؟ ليكون الإنسان طاهر البدن لا يتأذى الناس من رائحته. حكم الاغتسال يا أولاد السنة، ماشي؟ مش فرض، مش ما وجبوش عليك، بس السنة بنعملها، احنا المفروض بنعملها. الفرق بين الاغتسال بقى وبين الاستحمام يا ولاد، الاستحمام للنظافة بوجه عام، أنت حاسس إن أنت مش مريض وفي الاستحمام عادي، النظافة بوجه عام، أما الاغتسال فيكون للطهارة، الاغتسال لازم، الاغتسال ده لازم بيكون واجب، لازم نغتسل، لكن الاستحمام هو النظافة، أنت عايز حاسس إن عايز تغتسل تروح تغتسل. موجبات الغسل يا ولاد، يبقى أنت يا ولاد بنغتسل، أنت الغسل ده يكون واجب. لازم نعمله امتى؟ اولا عند انقطاع دم الحيض او النفاس عند المرأة، لما بينقطع دم الحيض عند المرأة او النفاس، طبعا عارفين النفاس المرأة عند الولادة بيكون فيه نفاس 40 يوم، ماشي؟ فعند انقطاع الدم لابد من الاغتسال يا اولاد، ما ينفعش تصلي اساسا غير بعد الاغتسال. تاني حاجة موت المسلم الا اذا كان شهيدا. يبقى عند الموت يا اولاد لازم الانسان بيروح عند ربنا، روح بتطلع ربنا، لازم يروح طاهر عند ربنا. فالميت بيغتسل ما عدا الشهيد يا ولاد، الشهيد مش بيغسلوه، بيتكفن زي ما هو ويروح لربنا، لان الشهيد له مكانه خاصه عند ربنا. تالت حاجه يا ولاد، خروج المني في النوم او اليقظه، خروج المني من الانسان سواء كان الانسان صاحي او نايم. المني ده عباره عن ايه؟ عباره عن سائل ابيض شفاف، عند خروجه لازم الاغتسال يا ولاد. يبقى ده من موجبات الغسل. ثلاث حاجات دي، انقطاع دم الحيض او النفاس عند المراه، موت المسلم الا اذا كان شهيدا، ثالث حاجه خروج المني في النوم او اليقظه. طيب شروط صحه الاغتسال يا ولاد، ايه الشروط اللي احنا بنعملها عشان الاغتسال بتاعنا يبقى صحيح؟ اول حاجه النيه، النيه اساسيه يا ولاد في كل الاعمال بتاعتنا، ماشي؟ في الحج اساسيه، في الصلاه اساسيه، كل حاجه. مثلا احنا بنتوضا، احنا بنتوضا لازم النيه، النيه محلها ايه؟ القلب. انت ناوي تقلب ان انت رايح للحمام عشان تتوضا، انت النيه دي محلها ايه؟ القلب. انت رايح مثلا السعوديه عشان تحج، النية دي فين؟ في القلب. انت رايح ليه؟ عشان تحج. النية معناها القصد، انت بتقصد تعمل حاجة معينة، يبقى لازم تبقى في قلبك في الأول إن أنت هتعملها. الأول حاجة النية في الله في القلب. ثاني حاجة يا أولاد غسل جميع الأعضاء وتعميل الجسم والشعر بالماء الطهور، بتغسل جميع أعضاء الجسد يا أولاد. يعني إيه يا أولاد تعميل الجسم والشعر بالماء الطهور؟ يعني مثلا لو بنت لها ضفيرة لازم تفك الضفيرة عشان تغتسل. ده اسمه تعميم، احنا لو غسلنا ماشي لازم بنعمل تعميم، عارفين لما تيجي تفضوا وتعملوا كده تخليل، ده بيبقى في الشعر برضه، بيبقى تخليل كده والضفيره لازم تتفك، لو ما اتفكتش ما ينفعش، لان ما دخلش الميه في جوه الشعر يا ولاد، هو ده اسمه التعميم. كمان ايه؟ عندنا مثلا الاماكن الجائره في الجسم زي مثلا السره، تحت الابط، الاماكن دي لازم نعملها بالماء ونغسلها كويس، تمام؟ طيب سنن الاغتسال بقى، في سنن لازم نعملها عند بدء الاغتسال. أول حاجة التسميع عند البدء زي الوضوء برضه. طيب هنقولوا لي يا مسيح احنا هنسمي في الحمام،
السلاسل الاولى فرد والاخريان سلم. بنغسل راسنا ثلاث مرات الاولى فرد. يعني احنا والاثنين تناسب، لو سبنا الاثنين التانيين مش مشكله، الاهم حاجه نعمل الاولى فرد. التانيين لو عملناهم يقول لك هنتجازى عليه، ما عملناهمش خلاص مش هنعاقب. طيب غسل الشق الايمن من الجسم الشم ثم الشق الايسر. الرسول صلى الله عليه وسلم امرنا بالتيمم. نعم الرسول امرنا بالتيمم في كل شيء يومين. لازم نبدا بالمين، فعند الاغتسال لازم نبدا بالشق الايمن وبعدين الشق الايه؟ الايسر، لان الرسول امرنا بالتيمم في كل شيء ما عدا طبعا دخول الحمام. احنا بندخل الحمام بالرجل اليسرى وبنخرج بالايه؟ بالرجل اليمنى. العكس ليه يا اولاد؟ لان ده مكان الشيطان، الحمام ده مكان الجن والشيطان، فما ينفعش تخش بالرجل اليمين، بنخش بالرجل الايه؟ اليسرى او الشمال. بعد كده قال له يغض المختص البصر عن عورته وان يكون مستورا عن الناس. ان انت ما تبصش للعوره تحتك، بتغض البصر عن العوره وانت بتغتسل، وكمان تكون مستور. يعني لما ندخل مثلا الحمام يقفل كويس علينا ما ينفعش حد يشوفنا، بس تكون مستورين عن الناس. عن عائشه رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا اغتسل من الجنابه بدا بغسل يديه قبل ان يدخل يده في اناء ثم توضا مثل وضوء للصلاه. ده حديث دليل على ايه؟ على الاغتسال. طيب الرسول يا اولاد، ايام الرسول ما كانش فيه مثلا حنفيه ولا دش ولا كلام من ده، فقبل ما يحط ايده في الاناء بيبقى فيه اناء بيغتسل منه بيصبه ويغتسل، فما ينفعش يحط ايده قبل ما يغسل ايديه الاول. فكان اول حاجه بيغسل ايديه قبل ما يحط ايده في الاناء. ماشي؟ بعد